نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تعمد البول في البالوعة التي هي مجمع للمياه المتسخة داخل دورات المياه؟ هل هذا يدخل في البول في الثقب والشق؟ إيش؟ البول في البالوعة التي هي مجمع للمياه المتسخة داخل البالوعة معدة لهذا، إذا تبولت فيها هذا مكان البول، وين تروح؟ وين تبول فيه؟ نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.